أقطعك سنة؟ اتفضل. لأن هنكلم حد من صاحبات الطلة الجميلة تاني على الشاشة، على شاشة الصحة والجمال. تمام. معانا الأستاذة هند شاهين، مقدمة البرنامج الرائع أسرار الحياة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم فهمي. أهلا أهلا وسهلا. وكنا يعني بنقول فين الأستاذة هند وغايبة عننا في العيد ليه؟ ربنا يخليك، ده موضوع حضرتك. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وقفت برنامج حضرتك بخير وسعاده يا رب. برنامج الرائع الجميل اسرار الحياه، اللي فعلا بنقول انه يعني وجه اخر للاطلاع على كل ما هو جديد حوالينا. وانا بشكرك على البرنامج الرائع ده. ربنا يخليك. احنا طبعا البرنامج بتاعنا بيكشف سر من اسرار الحياه مع كل جيل. واهم حاجه هو يكون برنامج بيأدي رساله كويسه للجمهور وللمشاهدين. انا عارف انه الهاند ميد بقى والصناعات اليدويه والحاجات اللي بتتعمل كده في البيوت، انك بتتبني هذه الواجهه والفكره وبتخرجي من البيوت بتاعتنا اجمل ما فيها. اكيد. احنا هدفنا ان احنا نزل الفواجر الصغيره اللي محتاجه مساعده. ناس كتيرة بيبقى شغلها كويس جدا، أحسن من شغل ناس كبيرة ومعروفة، فهم عايزين بس فرصة عشان يزيلوا الشغل بتاعهم. أنا كمقدمة برنامج أسرار الحياة، أنا وأستاذة إيليا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ننزل الفوادر ديت، بحيث إن يكون بعد واحدة مشوار كويس لهم، ويقدروا إن هم بالحلقة ديت الناس تعرفهم. في جديد في الفترة اللي جاية؟ بتقدم لنا حاجة الفترة اللي جاية تاخد بإيد المجتمع وتعمل مشاريع؟ أكيد إن شاء الله. إحنا الفترة اللي جاية بإذن الله عندنا مفاجآت كتيرة جدا من الضيوف بتوعنا، وإن شاء الله هنقدم حاجة كويسة مختلفة عن كل الحلقات بإذن الله. أنا بشكر ليكي طلتك الجميلة تاني، ما حرمتناش منها، ربنا يحفظك بصوتك الطيب. أسرار الحياة إن شاء الله يعني مستمر ومتألق بوجود المقدمة الرائعة أبلة هند شاهين، وإن شاء الله بإذن الله نتابع البرنامج بتاعك إحنا وكل المشاهدين عشان نشوف أسرار جديدة من الحياة بتاعتنا. أنا بشكر ليك، ربنا يحفظك.